كثيرا ما الناس ينظرون إلى الغرب ويرون فقط جزءا بسيطا من الغرب ولا يرون الباقي. مرة أنا كنت في الجنينة مول عند الاتصالات، قال العامل، قال من أين أنت؟ من روسيا؟ أنا قلت لا، أنا من ألمانيا. قال أحسن ناس. قلت له أنا لا أرى ذلك، أنا أخالفك في هذا. إذن هو يريد الآن أن يعلل هذا الكلام، ها؟ يقول نعم انظر ألمانيا تكنولوجيا كذا وتكنولوجيا كذا وفعل مرسيدس. أنا قلت له يا أخي أنت الآن ذكرت شيئا من الإيجابيات، عرفت عند في ألمانيا كل 48 دقيقة انتهار؟ هل سمعت عن هذا؟ لا. هل عرفت أن في ألمانيا 800,000، ليس 1000، 800,000، يعني تقريبا مليون من العجائز من الكبار بسن يدخلون دار المسنين؟ أي يعني الولد يقول انظر أبي أنت كنت يعني تنفق علي يعني 30 سنة 40 50 سنة، ولكن الآن ليس عندي وقت، أنا أدخلك في هذا الدار المسنين وأزورك كل نصف سنة، آتي مرة إليك وأتصل بك مرة واحدة في الأسبوع. هل عرفت هذا؟ هل عرفت أن في ألمانيا مثلا إذا دخل المسلم المستشفى كل يوم المستشفى مملوء، كل إخوان يأتون وزيارة، وما ممكن المرأة العجوزة الألمانية النصرانية هي هناك وكل أسبوع هي تجلس ولا أحد يزورها؟ هل عرفت هذا؟ لا، لأن هناك من يريد أننا نرى فقط السلبيات. الشارع نظيف، الشارع نظيف والملابس الداخلية وسخة، هذه مشكلة، دخل لدينا نجاسة، أنت ترى فقط الشارع النظيف ولكن